حبايبي الحلوين، صباح الخير وحلقة جديدة وحدوتة جديدة. عايز أسألكم سؤال، لما حد فينا بياكل حاجة ونخلص الحاجة دي، بنرمي الورقة فين؟ بنرميها في الأرض ولا بنرميها جوه الشنطة اللي معانا ولا بنرميها في الشارع ولا بنرميها في الباسكت؟ الأولاد الحلوين المنظمين بيرموا كل حاجة في مكانهم، لكن في أوقات مهرجلين جدا 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 بيرموا أي حاجة في أي حتة، زي ندى ونور، ولد وبنت إخوات بهدلوا الدنيا. تعالوا نشوف عملوا إيه. ندى ونور ولد وبنت أشقية جدا، مفيش مرة يقعدوا مع بعض وياكلوا حاجة إلا لما لازم يبهدلوا الدنيا حواليهم. الاتنين بيحبوا الموز جدا، تلاقيهم جابوا الطبق بتاع الموز وحطوه وقعدوا ياكلوا، وبدل ما يرموا قشر الموز في الباسكت يقعدوا يرموه على بعض ويقعدوا يحدفوه على بعض ويقلبوا الأوضة كلها حاجة وحشة جدا. في يوم من الأيام يا أولاد، كان دايما ماما تقول لهم كده غلط، بس هما ما كانوش بيسمعوا الكلام. وفي يوم من الأيام يا أولاد حصلت حاجة غريبة جدا. بعد ما بهدلوا البيت كله، والبيت كله بقى كله قشر موز، والاتنين يعني ما سابوش حتة ركن واحد في الأوضة نظيف، قعدوا بقى يفكروا ازاي نقدر نأذي بعض اكتر، ازاي نقدر نبهدل الدنيا اكتر. كانوا اشرار جدا، اوعى تكونوا زيهم. وبعدين يا ولاد فكروا في فكرة شريرة جدا، قالوا احنا كل حاجة ناكلها، كل صباع موز هنقشره هنرمي القشر في الشارع ونبهدل الشارع كمان بالمرة. حاجة وحشة قوي، ده تصرف وحش جدا بتاع اولاد مش كويسين. بس عارفين ايه اللي حصل المرة دي؟ العقاب كان وحش قوي، لأنهم بعد 5 دقايق سمعوا صوت غريب جدا، تراخ، وكأن واحد وقع في الشارع. ولا همهم، فضلوا برضو ياكلوا ويبهدلوا الدنيا ويرموا بعض بالقشر بتاع الموز ويكسروا الدنيا. كانوا وحشين جدا، كانوا مؤذيين جدا جدا. بعد 5 دقايق كمان الباب خبط، ولقوا بقى بابا داخل وإيديه مكسورة والدم في كل حتة، وكانوا زعلانين جدا لأنهم شافوا بابا وقع واتزحلق في قشرة الموز في الشارع. عارفين يا ولاد إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه بابا دفع ثمن الإهمال الشديد اللي كان فيه الولد والبنت دول، وكانوا زعلانين جدا يشوفوا باباهم قاعد في البيت إيده مكسورة ورجليه متجبسة وحالته وحشة جدا ومش قادر يروح الشغل. كل ده بسبب إيه؟ بسبب شقاوتهم الشديدة جدا. بصوا يا ولاد، النهاردة عايزين نتعلم إن إحنا مش بس نرمي قشر الموز في الباسكت زي ما ندى ونور ما كانوش بيعملوا، لكن هنتعلم ما هو أهم من كده. هنتعلم انه احنا اي حاجة ناكلها، اي حاجة نشربها، اي حاجة نستخدمها، لازم البواقي بتاعتنا دي نستفيد بيها قوي. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نقدر نعيش في بيئة نظيفة، وازاي نقدر نخلي الشارع بتاعنا نظيف والمدرسة بتاعتنا نظيفة وحتى بيتنا يكون نظيف. تعالوا نشوف ازاي. في مزمور 24 وعدد 1 يا ولاد الكتاب بيقول: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها. بص يا ولاد، احنا علشان نهتم بالبيئة بتاعتنا لازم نكون ناس نضاف جدا، لازم نهتم بأن كل تصرفاتنا تكون بتحافظ على البيئة اللي حوالينا. تعالوا نتعلم ازاي. اول حاجة لازم اهتم كويس قوي انه اي حاجة اكلها، قشر الفاكهة او قشر البسكوتات والشوكولاتات اللي احنا بناكلها، لازم تترمي فين؟ في الباسكت. ما نعملش زي ندى ونور ونرميهم فين؟ في كل حتة في البيت، لان احنا اولاد نضاف، اولاد منظمين.
الحاجة التانية كمان اللي لازم نهتم بيها ونتعلمها النهاردة حاجة اسمها recycling، يعني إعادة تدوير. يعني إن أنا كل حاجة بستخدمها بعد ما استخدمها لو ينفع إعادة استخدامها مرة تاني يبقى أنا لازم أحتفظ بيها بطريقة نظيفة. يعني مثلا الأزايز، الإزاز، أي إزاز عصير أو أي إزاز حاجة ساقعة، لو الإزازة دي أقدر استخدمها مرة تاني يبقى أنا ممكن أحطها في كرتونة وأشوف بعد مثلا فترة من الوقت لو الكرتونة دي اتملت بديها لحد متخصص وهم بيستفيدوا بيها. لو مثلا أزايز لها غطا أو شنط بلاستيك مثلا من اللي أنا بشتري فيها حاجات، أي حاجة يا ولاد بستخدمها ينفع إعادة استخدامها مرة تاني ياريت أن أنا أحتفظ بيها بطريقة نظيفة، وبعد فترة معينة بشوف مين يقدر يستخدمها وبديها له هم بيعملوا إيه، بيستخدموها مرة تاني. حاجة كمان عايزين نتعلمها النهاردة عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا هو ان انا اخد بالي كويس انه في حاجة اسمها تلوث ضوضائي. الحاجة اللي انا بسمعها، اللي انا بسمعه دوت ممكن يكون شيء بيأثر عليا جدا وبيأثر على الناس الكبار في السن كمان في المجتمع بتاعنا. عشان كده يا ولاد مهم قوي ان احنا دايما لما نتكلم نتكلم بصوت واطي، ما نعليش صوتنا ونزعق. لما نسمع موسيقى لازم نسمعها بايه؟ بصوت واطي. ما ينفعش اعلي الكاسيت على الاخر، او ما ينفعش مثلا نبقى راكبين العربيه ونشغل الكاسيت على الاخر ونسمع وننبسط ونقضي وقت حلو والناس اللي حوالينا يكونوا متضايقين مننا. دي مش تصرفات ولاد ربنا. في حاجه كمان عايزاكم تاخدوا بالكم منها، اي حاجه انا بشوفها ممكن تاذي بصري. أولاد ربنا بياخدوا بالهم كويس قوي من كل حاجة بيتفرجوا عليها. اهتموا كويس قوي بالأفلام اللي بتشوفوها، بالكليبات الصغيرة اللي بتتفرجوا عليها، لأنه المفروض أنا كابن الله بهتم جدا إن كل حاجة أشوفها تكون مقدسة، تكون محترمة، تكون طليق بيا كابن لربنا. الترنيمة بتاعتنا النهاردة بتقول عايشين ليسوع في كل أيام حياتنا، نفرح وننبسط ونلعب، بس نفرح وننبسط بس ولا نكون كمان من مجد اسم الله؟ عايشين ليسوع في كل حياتنا، في بيوتنا، في مدرستنا، في كنيستنا، عايشين في الدنيا وملاك الله حوالينا بيحرسنا، لأنه الله وعد أن عمره ما يسيبنا. لما نلعب لازم نلعب بمحبة وإيمان، نلعب وإحنا صغيرين وكل يوم منكبر مع يسوع وعندنا ثقة وإيمان أنه هو قرب يجينا مرة تانية. يا ولاد أنا عايزاكم تسمعوا الترنيمة دي، بس تركزوا في الكلمات كويس قوي، لأن كلمات الترنيمة دي بتفهمنا وبتعرفنا كويس قوي أن كل تصرف من تصرفات حياتنا لازم نكون من مجد اسم الله فينا، نفرح وننبسط لكن نفتكر دايما ان احنا عايشين لمين؟ للرب يسوع.
حبايبي الحلوين، أتمنى تكون الترنيمة عجبتكم واستمتعتوا بيها وعرفتوا ان احنا عايشين دايما ليسوع. من فضلكم افتكروا الآية اللي احنا قريناها النهاردة مع بعض، وافتكروا ان ربنا لما خلق الأرض خلقها علشان نستمتع بيها، خلقها جميلة قوي ومطلوب مننا ان احنا نحافظ عليها جميلة قوي. لما ندخل بستان ونشوف فيه زهور جميلة لازم نحافظ على المكان جميل، لازم نحافظ على المكان نظيف، فناخد بالنا كويس قوي. لو انا قطفت الوردة دي انا بس اللي هستمتع بيها، لكن لما هسيبها في جنينة ايه اللي هيحصل؟ كل الناس هتستمتع بشكلها الجميل وبريحتها الجميلة والمكان هيبقى جميل. خلي بالنا يا ولاد من تصرفاتنا، ناخد بالنا كويس قوي من كل حاجة بنشوفها، كل حاجة بنسمعها. النهاردة اتعلمنا يكون صوتنا واطي باستمرار، نتكلم بطريقة هادية، ما نعليش الموسيقى عالية قوي، لان كل الحاجات دي مش بس بتأذينا احنا، دي بتأذي كمان المجتمع اللي حوالينا. افتكروا كمان ان اولاد ربنا كل تصرفاتهم بتشهد عنهم، يعني لو كنت ولد مؤدب ونظيف ومنظم كل الناس اللي حواليك هتقول ايه؟ فعلا الناس دي ولاد ربنا. لكن لما تكون بتاكل وبترمي في الارض او بتتكلم بصوت عالي او بتشتم وبتزعق وبتستغل كل حاجه كده بطريقه مش كويسه، الناس هيبصوا علينا ويقولوا ايه؟ هم دول اللي بيقولوا على نفسهم ولاد ربنا؟ ما ينفعش. فكل تصرف من تصرفات حياتنا لازم يكون بيشهد عن مين؟ عن الله اللي خلقنا. اتمنى تكونوا انبسطتوا النهارده، وشوفكم بكره وحدوته ايه جديده.